محمد صلاح النهارده قال كلام مهم في رأيي، ده واحد من أفضل أحاديث أو الكلام اللي قاله محمد صلاح طوال تاريخه. ليه؟ عشان محمد صلاح زي ما بيقولوا كده يعني نشن في مشاكلنا اللي بقالها سنوات. احنا بنلوم على مدرب للمنتخب، نلوم على لاعبين في المنتخب وما بنلومش أنفسنا. تعالوا نشوف الأول كلام محمد صلاح ونرجع نتكلم عنه براحتنا. أنا مبسوط مع اللعيبة 100%، علاقتي باللعيبة كويسة جدا، وما افتكرش إن في حد اتكلم عليا كلمة وحشة وأنا اتكلمت على حد كلمة وحشة. في الملعب بحاول أساعد اللعيبة على قد ما أقدر بالخبرات اللي كسبتها بره أو جوه، بحاول أدي كل حاجة للمنتخب على قد ما أقدر، بس بحس إن في ناس شوية مستنية أي حاجة عشان تتكلم على صلاح أو على لعيبة تانية. للأسف اللي إحنا عايشين عصر السوشيال ميديا، كل ما بتكبر شوية الجماهيريه بتاعه المنتخب ما بقتش موجوده زي الاول. الناس بقت بتشجع الانديه، اللعيبه الجمهور بيشجع اللعيبه وبيشجع الانديه، ودي حاجه ما كانتش موجوده الاول. حاجه قسمت المنتخب، قسمت الكره المصريه عامه. بقى دلوقتي بتشوف صفحات معموله بس عشان تدافع عن لعيبه او عشان تدافع عن انديه، وهما فاكرينها حاجه كويسه. هي مش كويسه. انت ممكن ما تضرش صلاح عشان انا مريت بالحاجات دي، بس لعيبه تانية لسه جايه صغيره، ده كله هيضرها، ده كله بيخلي اللعيب نفسه مركز على نفسه بس وخلاص. انا ما بجيش هنا عشان اتهم حد بحاجه ولا اخلي ناس تتكلم بعد المؤتمر الصحفي تقعد بص صلاح بيقول ايه ما بيقولش ايه. نصيحه ليا، لو انتوا شايفين ان انا واحد نجحت بره في الاحتراف، خليك ورا منتخب مصر، ما تشجعش لعيب بعينه، شجعش فريق بعينه، ما تشجعش يعني بتوع الاهلي ما يشجعوش الاهلي ويفضلوا يتكلموا على لعيب واحد مدى البطوله، بتوع الزمالك ما يشجعوش الزمالك نفس الكلام. لو حد بيحب صلاح ما تكلمش على صلاح مدى البطوله، اتكلم على منتخب مصر. انت بتلعب باسم الناس هنا، بتلعب باسم مصر، ما ينفعش تقسم اللعيبه بينهم وبين بعض. يبقى كل همك انك تطلع تتكلم على بص هتروحوا عامله ازاي على لعيب واحد. احنا منتخب مصر، عشان المنتخب يكسب لازم اللعيبه يبقى واصل لها الاحساس ان الجماهير كلها اللي وراها ما بيدورش ان يطلع اللعيب بتاعه كويس وخلاص. انت ده كله مش هيأثر فيا. انا مريت بحاجات كتيره وفي المنتخب بقى لي 10 سنين. في ناس تانية ما مرتش بده، في ناس تانية لسه جايه جديده وصغيره، ودول ان شاء الله المستقبل. فانا نصيحتي للناس، وما تاخدوش كلامي ان انا بهاجم حد، انا بهاجمش حد، ما عنديش مصلحه ان انا هاجم حد اصلا. خليكم ورا المنتخب، شجعوا المنتخب، خلوا في جمهور تاني للمنتخب زي زمان، خلوا اللعيبه تبقى متحمسه ان هي تيجي، عشان ده بيخلي اللعيب اصلا جاي اللي هو لا ما خدونيش. في صفحات تانية تطلع تهاجم المنتخب، في صفحات هيطلعوا يتكلموا بناء عليا، ده مش لمصلحه اللعيب. ده لو انت بتحب مصر وبتحب منتخب مصر لازم تشجع المنتخب وما تشجعش لعيب بعينه، عشان انت بتدي قوه للعيب او بتدي له حاجه ان هو مش فارق معاه اي حاجه وحاسس ان هو مهم عن المنتخب. مفيش حد اهم من المنتخب، لا انا ولا غيري ولا اي نادي اصلا مهم اهم من المنتخب. لما نيجي كلنا المنتخب يبقى انت بتشجع المنتخب بس، والناس اللي قاعده في الاستوديوهات هناك يا ريت كلنا نتكلم على المنتخب، ما نتكلمش على فرد او اتنين. ما حدش يتكلم على فرد او اتنين. انا ممكن ما بتابعش بس انا متاكد ان في لعيبه صغيره بتتابع، فانت بتاثر في كل واحد فيهم. فيا ريت يا جماعه الناس اللي في مصر نشجع المنتخب ايا كانت الظروف، كويسين وحشين، نمشي ورا المنتخب لحد ما البطوله ما تخلص، وبعدين يبقى اتكلم على واحد واحد. معظم اللعيبه دلوقتي ما لعبتش بطوله افريقيا المره اللي فاتت، فانت ليه دايس في الناس كلها؟ خلي الناس تفرح وخلي الناس تتبسط بعد المكسب المره اللي فاتت ويدوهم حافز، بدل ما تفضل ده كان كويس، ده كان وحش، ده كان كويس، ده كده مش هنكسب حاجه. عايز المنتخب يكسب، الناس كلها تبقى مع بعض. سوري شورت انسر. هم لعبوا ماتش كويس جدا قدام الجزائر واحنا اتفرجنا على الماتش. هم فريق كويس وعندهم لعيبه كويسه وبيلعبوا في مستويات عاليه في اوروبا. الجزائر ما كانتش في احسن حالاتها في البطوله، كل الناس تقدر تقول كده، مش حاجه يعني ما بقولش حاجه ان انا بهاجمهم، ما بهاجمش حد، بس ما كانوش في افضل فرقه ليهم في البطوله، افضل فتره ليهم في البطوله. ف كوت ديفوار قدرت تصعد من المجموعه اول، واحنا ان شاء الله مستعدين لماتش بكره وكل الناس متحمسه. يعني I think we cannot get our revenge before we win the game tomorrow. لا نستطيع الان التحدث عن الثأر قبل عبور مباراه غدا، كذلك منها بأن نلعب مباراة أخرى، وكذلك الكاميرون هي عليه أن يلعب مباراة أخرى، ومن الصعب
الآن أن نتحدث عن مواجهة ستكون بيننا وبين الكاميرون قبل عبور مباراة أمس. فكلنا متشوقون بغرض أن احنا نفوز في مباراة غدا. كل اللاعبين يريدون المشاركة، وكلنا نعرف ونسعى أن نبذل أفضل شيء من أجل الفوز ومن أجل الفوز غدا إن شاء الله. بالنسبة لمستوى المنافسة، واضح أن أي فريق يمكن أن يفوز على المنافس، فلم توجد أو لم نستطيع أن نذكر أنه يوجد فرق صغيرة أو فرق كبيرة، كلهم قريبين من المستوى. أمس كان مثال جيد مباراة الكاميرون، كانت تلعب مباراة صعبة رغم صعوبة الموقف بالنسبة للفريق المنافس، واستطاعوا الفوز بعد عناء في المباراة رغم حدوث الطرد وكذلك نقص الحارس. كان بيسألوا لو هو بيسعى للفوز بحاجة بالنسبة لمنتخب مصر أو أي ألقاب، واللاعب طبعا أكد أن هو يريد الفوز بأي شيء بالنسبة للمنتخب، وسيكون هذا اللقب هو الأقرب إلى قلبه، وكذلك سيكون بالنسبة له لقب مختلف. فمن قبل حاولنا أن نسعى للفوز بهذه البطولة وأعطينا كل شيء، ولكن في مباراة النهائي لم نستطيع الفوز. فمن هذا نعد الجميع بأننا غدا نعطي كل شيء، كذلك كل اللاعبين جاهزين لبذل أكثر جهد وأكثر مجهود عندهم من أجل هذا الفوز غدا إن شاء الله. الجزائريين قالوا لنا إن أنتوا هتدونا 3 لعيبة النهارده.